ولتعليق على هذا الموضوع معنا مباشرة من كييف سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية وباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك أستاذ. مساء الخير. بداية، ما هي الدوافع التي أدت إلى إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة غير معلنة إلى ماريوبول، وما الذي يعني توقيت هذه الزيارة، خاصة أن بوتين كانت له زيارة أمس إلى جزيرة القرم كما سبق وذكرنا؟ طبعا في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا واحتلالها لشبه جزيرة القرم منذ عام 2014، وأيضا الحرب الشاملة التي تشنها منذ عام وأكثر من واحتلالها لبعض المناطق شرقي وجنوب أوكرانيا، يحاول الرئيس الروسي بعد إصدار محكمة الجنايات الدولية أمرا بإلقاء القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، يحاول توجيه رسائل متعددة الاتجاهات، بداية نحو العالم الخارجي أن هذه الطلب من يعني محكمة الجنايات الدولية لا يعنيه شيئا، وهو يستطيع التحرك عمليا داخل الأراضي الروسية كما يعتبرها بعد عملية الاستفتاء المزيفة التي تمت عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم، والعام الماضي بضم المناطق المحتلة. لذلك هو يقوم بهذه الزيارة في رسالة إلى الخارج، ومن أيضا رسالة إلى الداخل الروسي أن العملية العسكرية كما يسمونها ما زالت تسير على ما يرام، وأن المخططات التي وضعوها لهذه المناطق ما زالت سارية. ولكن يعني كان هناك اليوم تعليق من احد الاصدقاء الاوكران ان عمليه ان مجرم الحرب زار خلسه المناطق التي سرقها من اوكرانيا وفي ليودعها قبل ان تقوم القوات الاوكرانيه بتحريرها، حيث اننا نشهد عمليا حاليا يعني استعداد القوات الاوكرانيه لعمليات هجوميه مضاده من اجل تحرير الأراضي الأوكرانية المحتلة. نعم، كما ذكرت هي مجموعة من الرسائل يحاول من خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيصالها، خاصة بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب. لكن على مستوى آخر، هل من تداعيات سياسية لهذه الزيارة التي قام بها بوتين لكل من جزيرة القرم ومدينة ماريوبول؟ طبعا هو يحاول أن يوضح للجانب الداخل الروسي أنه يعني الأمور تسير على ما يرام، وبالإضافة إلى ذلك هناك ملف مهم على ما أعتقد لم ينتبه له أحد، أنه بعد 350 يوما ستكون هناك أيضا الانتخابات في روسيا، وتأتي هذه الرسالة الزيارة من في بدء عملية حملة انتخابية عمليا للداخل الروسي، وأيضا لأن عمليا الداخل الروسي بدأ يتساءل إلى متى سوف تستمر هذه الحرب، إلى متى سوف نقدم أبناؤنا يعني ضحايا من أجل قيادة العالم المحافظ كما يظهره الرئيس بوتين، وبدون أن نحقق أي شيء على الأرض في ظل التراجعات المستمرة على الرغم من صمودهم عمليا في بعض المناطق وقيامهم بعمليات هجومية في هنا وهناك وخصوصا حول مدينة باخموت، وعلى الرغم من تراجعهم أيضا خلال الأيام الماضية وانخفاض وتيرة الهجمات. لذلك هذه الرسالة يريد أن يوجهها إلى الداخل أنه ما زال الرئيس شرعي وهو يقود الدولة نحو المستقبل الباهر الذي يعني لا يشاهده سوى هو يعني سواه وبعض الدعائيين المروجين للدعاية الكرملين من حوله. فهذه هي الرسالة الرئيسية. بالنسبة للجانب الأوكراني عمليا لا يوجد أي تغير في يعني ما زالوا يعتبرون هذه الأراضي أراضي أوكرانية محتلة، وسوف يقومون بتحريرها إن لم يكن بالتوافق يعني السياسي فبالطرق العسكرية. نعم، تحدثتم عن حملة انتخابية، لكن اليوم هل الانتخابات في روسيا بإمكانها أن تغير المشهد السياسي الداخلي بروسيا؟ لا
لا طبعا يعني انتخابات فيها عمليا ممثل واحد هو الرئيس الروسي، ولا يوجد أي شخص يمكنه أن ينافسه في هذه الانتخابات، ولكن بجميع الأحوال يجب إجراء هذه الانتخابات، لأن عدم إجرائها تحت ذريعة الوضع العسكري أو حالة الحرب يعني سوف تفقده أيضا الشرعية الداخلية بعد عمليا فقدانه الشرعية الدولية بإصدار يعني أمر القبض عليه من قبل يعني محكمة الجناية الدولية التي تدخل فيها 123 دولة. ومن ضمنها كان اليوم هناك تصريح لافت في ألمانيا أنه في حال زيارة بوتين إلى ألمانيا فسوف يتم القبض عليه، وهذا يعني أن 123 دولة في العالم الذين يعني منضمون تحت لواء اتفاقية روما لمحكمة الجناية الدولية يجب عليهم في حال قيامه بزيارة هذه الدول القبض عليه وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية. وسوف علينا أن ننتظر أيضا في القريب العاجل بعد عدة أشهر سوف يكون هناك اجتماع لمنظمة بريكس في جنوب أفريقيا، هل سيذهب الرئيس الروسي لهناك لزيارة للمشاركة بالاجتماع، لأن جنوب أفريقيا منضوية تحت لواء اتفاقية روما. أيضا هناك سؤال هام وهو أيضا ما هي يعني ما هو مصير المقربين والنخبة الروسية التي حول الرئيس الروسي، هم حاليا يخافون من إصدار أيضا يعني قرارات من محكمة الجناية الدولية نحوهم. نعم، في سياق حديثك عن مذكرة التوقيف، ما موقف بكين من هذه المذكرة؟ لا لم أطلع على يعني تصريحات رسمية لبكين، ولكن ممكن أتوقع أنهم عمليا يعني بحكم أنهم لم يوقعوا على اتفاقية روما، فإن يعني الزيارة التي سوف تكون غدا للرئيس الروسي الرئيس الصيني إلى موسكو يعني عمليا ضاقت مساحة المناورة السياسية لديهم، وسوف يحاولون عمليا الضغط على الرئيس الروسي من أجل التوقف إيقاف هذه الحرب، وعلى الأقل بهذه الخسائر الكبيرة التي تلقتها روسيا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وفي محاولة أيضا يعني للخروج يعني أو للمشاركة في الحل السياسي لهذه الحرب الروسية. لكن على ما أعتقد أن يعني طبيعة هذا اللقاء قد اختلفت يعني بين الرئيس الروسي والصيني قد اختلفت، لأن الرئيس الروسي الصيني عمليا الآن سوف يلتقي مع مجرم حرب حسب محكمة الجنايات الدولية. نعم، اليوم أستاذ ميدانيا ما الذي تغير؟ هل هنالك فعلا تقدم للجيش الروسي على حساب الجيش الأوكراني؟ لا على الإطلاق، هناك معارك مستمرة على طول الجبهة التي يعني 1000 كيلومتر مداها. طبعا أعنف المعارك ما زالت مستمرة حول محور باخموت من أجل يعني محاولات الجيش الروسي السيطرة على كامل المدينة، ولكنهم عمليا كما ذكرت يعني تراجعت شدة هجماتهم، وأيضا عدد الهجمات تراجع بشكل كبير بسبب الأيام الماضية، وذلك بسبب النقص الحاد الذي يعانونه من الذخائر وخصوصا الذخائر المدفعية. لذلك عمليا قامت القوات الأوكرانية بعدة عمليات مضادة هجومية استطاعت أن تصد القوات الروسية وتدفعها إلى الخلف، وعمليا خلال اليومين الماضيين شهدنا دخول يعني راجمات هايمرز على الجبهة باخموت، وفي تطور لافت خلال الأشهر الماضية لم يكن هناك استخدام لهايمرز، حيث أنهم يقومون بضرب المواقع الخلفية ومواقع القيادة والمخازن الروسية للسلاح. لذلك يعني هناك تراجع كبير للقوات الروسية، ولا أعتقد أنهم سوف يستطيعون التقدم أكثر مما حققوا خلال الأسابيع والأشهر الماضية،
على هذا المحور. بالعكس سوف نشهد على ما أعتقد خلال الأسابيع القادمة هجوم شامل أوكراني مضاد على عدة محاور من أجل تحرير الأراضي المحتلة. نعم واضح. أستاذ سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية وباحث في العلاقات الدولية كنت معنا مباشرة من كييف، نشكرك على مشاركتك وعلى كل هذه التوضيحات.